عمره ما جه على بالي، كله شوك شيء جديد. عيسى المفروض دلوقتي إنه مش متناسق ولا كامل، لكن جميل عيني عندي غيره. يلا يلا هو ده، يلا 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 يلا. الورد فتح ويفتح فلور دي مايو يا جماله، حاسب كل خطوة ليا والحقيقة مستخبية. هيحصل ايه يعني لو الشجر طرح اللي انا حاساه؟ هو اللي بيحصل ده. هيحصل ايه يعني لو ما حسبناهاش بالمزورة؟ كفاية انا قيود وبلاش حدود. اثار من الحجرنة تجري، هقدر اطلع صندوق. خلي بالك اصلهم بيأذوه، انا اللي بدور عليه لقيته. مش عايزه جمال، انا عايزه اكون نفسي. بان ان حياتك احلى من اول ما فتحت يعني. مفيش حاجه تانية خالص، مفيش عندك غير الورد ده. ودلوقتي شايفاكي انا وحنا ترجمة.